28 جثثا استخرجت من مرآب تحت أرضي كان بمثابة وحدة صناعية سرية للنسيج بإحدى الفيلات السكنية بطنجة. الضحايا حصروا داخل القبو الذي تسربت إليه مياه الأمطار ما أدى إلى وفاتهم. صديق بن زينة يعيد ترتيب أوراق قصة هذا الحادث المؤلم الذي حرك سكون حي الإناث بطنجة بعدسة فريد غيتو. لقد تم للتو انتشال جثتين لضحايا فاجعة هذا المرآب تحت أرضي لتصبح الحصيلة 28 ضحية، ولا تزال عملية تجفيف هذا المرآب تحت أرضي وهو مصنع سري متواصلة لساعات. فاجعة كانت صباح هذا اليوم وهزت الرأي العام الوطني والرأي العام المحلي هنا بطنجة. عمال قصدوا هذا المصنع السري صباح اليوم ولم يخلد ببالهم بأن تكون بداية الفاجعة، خصوصا وأن الأمطار كانت غزيرة صباح هذا اليوم، فتدفقت مياه الأمطار وأغرقت هذا المرآب تحت أرضي لتكون الفاجعة. غرقوا 28 ضحية. مصادر طبية تتحدث عن أن سبب الوفاة وفاة جميع هؤلاء الضحايا قد تكون غرقا في انتظار تشريح الجثث. إذن التحريات لا زالت قائمة من أجل الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الفاجعة التي هزت مدينة طنجة، بل هزت الرأي العام الوطني. وفي انتظار ذلك تتواصل عملية تجفيف هذا المرآب تحت أرضي، وهي عملية تواصلت لساعات منذ صباح اليوم ولا تزال متواصلة لحد الساعة.